الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هجر على عيني يمر بها الكرى، من بعد نازلة بعترة أحمدي. هجر على عيني يمر بها الكرى، من بعد نازلة بعترة أحمدي. أقمار تم غالها خسف الردى، واختالها بصروفه الزمن الردي. شتى مصارعهم شتى مصائبهم، فبين مكابد سما ومنحور، وبين مبددي سل كربلا، سل كربلا، كم من حشن نهبت بها، وكم استجذت من يدي، ولكم دم زاك أريق بها، وكم ولكم دم زاك أريق بها، وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي، وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرمي سيدي. وعلي قدر من ذؤابة أحمد عبقت شمائله بطيب المولد، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي. جمع الصفات الغر وهي تراثه، من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق،
وبليغ نطق كالنبي محمد. بكر الذبول على نظارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن الندي، ومحى الردى يا قاتل الله الردى، منه هلال دجين وغرة فرقدي. يا نجعة الحيين هاشم والندى، وحمى الذمارين العليا والسؤدد، فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا، ما بعد يومك من زمان أرغدي. علي راح، علي راح، علي راح، شاف والنبي الشابج، علي راح، علي راح، علي راح، قعد عنده وسكب دمعه، علي راح، علي راح، صاحب صوت يا زينب، صاحب صوت يا زينب، علي راح، علي راح، علي راح، وانا الدنيا غدت ظلمة عليا، يا وانا الدنيا غدا، يا تظلم عليا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا شك أن هنالك للخير علامات وللشر علامات. واحدة من وظائف القرآن هو أن يبين آثار الخير وعلامات الخير، وكذلك يبين آثار الشر والذنوب والمعاصي وكذلك علاماتها. ولا شك أن أصحاب الخير، أصحاب الصراط المستقيم المؤمنون، لهم علامات وصفات، وأصحاب النار وأصحاب جهنم كذلك لهم علامات وصفات. واحدة من وظائف القرآن أن يبين هذه الأمور للناس، حتى الإنسان في هذه الدنيا يكون على بينة، يعرف صفات المؤمنين، صفات عباد الله، يعرف صفات المتقين، صفات الإيمان، ويعرف صفات الكفر والنفاق والفحشاء والمنكر، كذلك فيها علامات وفيها صفات. لذلك الإنسان يستطيع أن يرى هذه الأمور واضحة جلية أمام عينه. نحن هذه الليلة ليلة التاسع من المحرم، هنالك معسكران في كربلاء،
معسكر الحسين عليه السلام ومعسكر يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد. تستطيع أن تعرف مواصفات هذا العسكر ومواصفات هذا العسكر، هنالك علامات الله يبينها. لذلك أيها الإخوة الأعزاء وخصوصا الشباب، علينا أن نقرأ القرآن بتدبر ونعرف علامات المؤمنين، علامات الصالحين ما هي، حتى نكون منهم إن شاء الله، حتى الله عز وجل يهدينا وأن يجعلنا منهم في عسكر الحسين، وإلا نخاف إحنا نبكي على الحسين ونأتي يوم القيامة يخلونا في عسكر أعداء الحسين، يقولون أعمالكم كانت مع أعمال هؤلاء وليس مع أعمال أصحاب الحسين. هذا الخوف الكبير أيها الإخوة، وهذا الامتحان الكبير. إحنا اليوم عندما نقرأ على الحسين نلبس على الحسين، هذا ترى ما يكفي. نعم نبكي على الحسين ونقرأ ونبكي ونأتي إلى مجلس الحسين، ولكن أهم شيء العمل. الله يريد من عندنا فعل، أخلاقنا أخلاق الحسين، أعمالنا أعمال المؤمنين أم لا؟ نحن مثل أعمال معاوية ويزيد وبني أمية، بس إحنا نسمي أنفسنا إحنا من شيعة الحسين عليه السلام. هذا الخوف الكبير أيها الأخوة. أهم صفة في المؤمنين أيها الأخوة، ونحن نعيش في أمريكا وأغلب الشباب عايشين هنا يلاحظون هذه الصفات الآن أذكرها. أهم صفة في الإنسان المؤمن هو أنه يؤمن بالغيب. شنو معنات يؤمن بالغيب؟ أنتم تقرؤون في سورة البقرة، ثاني سورة في القرآن بعد سورة الفاتحة، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله عز وجل يعطي ثلاث صفات للإنسان المؤمن. أول صفة الإيمان بالغيب. ماذا معنى الإيمان بالغيب؟ لأن الله عز وجل يذكر الغيب في القرآن كثيرا، كلمة الغيب جاية في القرآن كثيرا. ما هو معنى الإيمان بالغيب؟ الإيمان بالغيب يعني تؤمن بالله، تؤمن بأحكام الله، تؤمن بالقرآن الكريم، تؤمن بالملائكة. الملائكة احنا ما نشوفهم، اكو واحد يشوف الملائكة، احنا ما نشوف الملائكة، الأنبياء كانوا يرون الملائكة، ولكن نؤمن بالملائكة، نؤمن بالثواب والعقاب، نؤمن بالقيامة. احنا بعدنا ما شايفين القيامة، ما شايفين الآخرة، احنا الى حد الآن في هذه الدنيا، الآخرة ما اجتنا بعدنا، ما شفناها، لذلك نؤمن بها. المؤمن يؤمن بها، هذا معنى. المعنى الثاني اللي هو أعمق من هذا، أن تؤمن بآثار الأعمال أيها الأخوة. يعني مثلا الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا إيمان بالغيب، يعني الإعراض عن ذكر الله الإنسان حياته تكون حياة ضنك، حياة تعب، حياة فيها تعب. هذا إيمان بالغيب، هذا القرآن يبشرنا. القرآن يقول مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تفلحوا يعني شنو؟ يعني ترى الفلاح في الدنيا والآخرة، النجاح في الدنيا والآخرة إذا قلت لا إله إلا الله، إذا وحدت الله عز وجل. هذا إيمان بالغيب، هذا إيمان مثلا الصدقة، تنفق من الصدق وما تنفق من شيء فهو يخلفه. هذا إيمان بالغيب، لأن تؤمن أن الصدقة تدفع البلاء. الآن إذا واحد إيثيس، إذا واحد ملحد، الآن إجاك واحد ملحد يقول لك شنو الصدقة؟ أنتوا تقولون الصدقة، أنا أعطي فلوس للفقير، شنو آثارها؟ أنا كإنسان مؤمن، كإنسان أؤمن بالقرآن، أعرف أن هاي الصدقة بها آثار، من آثارها أن تدفع البلاء عن الإنسان. هذا هو الإيمان بالغيب. من آثار صلة الرحم طول العمر، طول العمر، هذا جاي بالروايات، هذا إيمان بالغيب، أنه أنت تصل رحمك
وتؤمن أن صلة الرحم تزيد في رزقك، صلة الرحم تزيد في تطيل في عمرك. هذه الأمور مثلا الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني إلها أثر غيبي. أنت تصلي، تصلي صلاة الليل، تصلي صلواتك، تشوف لا إراديا أنت تبتعد عن الفحشاء والمنكر. اللي قلبه معلق بالله عز وجل هذا بعد يشوف هالتوافه والفواحش والمنكرات بعيد عنها. الصلاة تنهاك عن هذا، إيمان بالغيب. لذلك الإيمان بالغيب يعني الإيمان بآثار الأعمال. الآن مثلا في الرواية أنت تقرأ آية الكرسي الله عز وجل يحفظك، هذا إيمان بالغيب. أنت تقرأ إيمان، هذا الإنسان الملحد ما يفهم هذا الشيء. الإنسان الملحد تقول له اقرأ آية الكرسي الله يحفظك ما يفهم هذا الشيء، ولكن المؤمن يفهم هذا المعنى. لذلك أهم صفة بين الإيمان والكفر أن المؤمن يؤمن بالغيب، يؤمن بآثار الأمور الطيبة، الأمور الواجبة، الأمور اللي الله أمر بها، فيها آثار في الدنيا وآثار في الآخرة. لذلك أهم صفة أيها الإخوة الإيمان بالغيب، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أيها الإخوة التي تميز الإنسان المؤمن عن غير المؤمن، الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يخشون ربهم بالغيب، أن تخاف الله بالغيب، هنا يبين أنت حقيقة إيمانك. تبين مثلا من باب المثال، الآن طلعت برا، رحت إلى الغاز ستيشن، شفت عند الغاز ستيشن شفت أكو والت مفتوح طايح هناك، ما في حدا، ماكو أحد يشوفك، تشيله؟ شو تسوي بهذا؟ شفت بي $1,000، تخليها بجيبك أو تروح تسلمها؟ هنا يبين الذين يخشون ربهم بالغيب، ماكو أحد يشوفك وما في كاميرا تسجل وما تخاف من أحد، بس تقول هذا المال مو مالي، هذا كد وتعب إنسان آخر، أنا ليش أخليه بجيبي؟ هنا يبين الإيمان الحقيقي للإنسان أن ما يأكل حرام، ما يأكل حرام. الله عز وجل يضرب للشباب مثال في القرآن في غاية البلاغة والحكمة. عندما يوسف كان في غاية الجمال، وحده ما عنده أحد، وبيت عزيز مصر، بيت ذاك اليوم ما في كاميرات وما في أي شيء، وهو وحده بالبيت وامرأة العزيز وحدها بالبيت. الله هذا المثال يضربه للشباب حتى يعرف يقتدي بمن تقتدي أنت في حياتك. يقول وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أنا جاهز ما في أحد. هنا يتبين الإنسان الذي يخاف الله بالغيب ممن لا يخاف الله. الإنسان إذا ما يخاف الله بالغيب يفعل ما يفعل، يقول لك ما في أحد، الآن من يراقبني؟ من الآن موجود يعرف أنه أنا ماذا صنعت، ماذا سويت؟ ما في أحد يفهم، خلي أنا أرتكب الذنب وأرتكب المعصية. الله عز وجل يبين هذه القصة حتى الإنسان المؤمن إذا عرضت له خطيئة، فحشاء، منكر، هو وحده بينه، يتذكر يوسف ذلك النبي اللي الله عز وجل هذه القصة يذكرها بالقرآن لنا نحن المسلمين حتى نقتدي، حتى نتعلم أن نخاف الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يعني أنا أغدر مع الله، الله أحسن معايا، أنا شلون أسيء إلى الله عز وجل؟ هذا هو معناته الإيمان بالغيب. أنتم الشباب اليوم تتعرضون لكثير من الذنوب والمعاصي وحدكم، ما في أحد. واحد من الهكرز يقدر على الكمبيوتر يدخل بحساب إنسان، يقدر بلحظة واحدة بكبسة زر ينقل آلاف الدولارات من هذا الحساب لهذا الحساب، تسويها أو ما تسويها؟ إذا إنسان يخاف من الله ما يسويه،
إذا إنسان يدري أن الله عز وجل يراقبه يحاسبه ما يسوي الحرام ما يرتكبه. هنا يتبين حقيقة الإنسان المؤمن الذي يخاف الله بالغيب. شوفوا الصلوات اللي احنا نصليها كلها، كل صلاة نصليها إلها قيمة وإلها ثواب، ولكن ثواب صلاة الليل اللي في جوف الليل واحد يصليها ببيته وما في أحد يشوفه وما في أحد يطلع عليه وما في أحد يسمعه وما فيها رياء، ثوابها أعظم وأعظم وأعظم من كل الصلوات. طبعا هي مو واجبة، هي مستحبة، صلاة الليل مستحبة، ثوابها أعظم من الصلوات الواجبة. صلاة الواجبة أنت إذا ما صليتها تروح للنار، ولكن ثواب ذيك الصلاة ليش؟ تدرون ليش؟ لأن تلك الصلاة تصليها بدون رياء، تقوم أنت في غرفتك في جوف الليل ما في أحد يشوفك، ماكو أحد يسمعك، بينك وبين الله عز وجل ينكسر قلبك، تتوجه إلى الله عز وجل، تصلي لله عز وجل. تلك الصلاة ثوابها أعظم. لماذا؟ لأنك تخشى الله بالغيب. بالغيب عندنا رواية يقول الصدقة، أنت تدفع صدقة، ولكن أفضل الصدقة صدقة السر. ليش صدقة السر أعظم من الصدقة؟ الآن إحنا ينفقون، الله بالقرآن يقول ينفقون سرا وعلانية، يعني مستحب الإنسان ينفق علانية، يقول أنا هاي فلوس أتبرع بها مثلا للمسجد. واحد لا، بالسر بالسر بدون ما أحد يفهم يروح يخلي بالصندوق مثلا فلوس، ذيك ثوابها أعظم. لماذا؟ لأن صدقة السر في الرواية تطفئ غضب الله عز وجل. إذا الله غضبان عليك شلون تطفئ غضب الله؟ تدفع صدقة بالسر، تروح على إنسان فقير تساعده بالسر بدون ما تعلن، بدون ما تخبر أحد، بدون ما تسوي هوسة وتقول أنا أعطيت هنا. لأن أكو بعض الناس مع الأسف يبطلون صدقاتهم، صدقاتهم بالمن والأذى. الله بالقرآن يقول ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لأن الإنسان إذا يعلن بعض الأحيان يصير فيها نوع من الإعلان ورياء يصير في القلب، ولكن إذا كانت لله عز وجل في السر ثوابها أعظم وأعظم. لماذا أيها الأخوة؟ لأن السر أن يخشى الله في الغيب، يخشى الله في الغيب. هاي الصفة الثانية من صفات المؤمنين. اعرفوا معسكر الحسين، كيف كان معسكر الحسين وشلون كان معسكر عبيد الله بن زياد؟ أنت الآن تقدر تحكم على نفسك أنك أنت في أي العسكرين. الصفة الثالثة أيها الإخوة الأعزاء، ويؤكد عليها القرآن كثيرا، يؤكد عليها العمل الصالح. العمل الصالح، العمل الصالح عنوان جدا عظيم، جدا عظيم، يعني تحته عناوين كثيرة: مساعدة الآخرين، العمل الاجتماعي، العمل الإنسان يتبرع بعمل، مساعدة كبير صغير، بر الوالدين، صلة الرحم، مساعدة الفقراء والمساكين، مساعدة المرضى، الأيتام، هذا كلها تذهب تحت عنوان اسمه العمل الصالح. العمل الصالح، العمل الصالح هو عنوان الإنسان المؤمن يوم القيامة. الإنسان المؤمن يفتخر يوم القيامة أن عنده عمل صالح. لذلك الله عز وجل يقسم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عملوا الصالحات، الله يريد منك عمل صالح، يريد منك أنت مؤمن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلوا عليه بأعلى أصواتكم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا ما يكفي، الله يريد منك أنت عمليا تكون إنسان صالح، وعملك عمل صالح، تخدم المجتمع، تكون وسيلة إيجابية في المجتمع بين الاثنين بين الثلاثة، زعلوا أنت تصلح بينهما، تساعد الفقراء، تساعد المساكين، دائما تكون إيجابيا في المجتمع، هذا الذي يريده الله عز وجل. لذلك ورد
طبعا العمل الصالح من جملة العمل الصالح إدخال السرور في قلب المؤمن. يعني في المؤمن عنده هم غم، أنت تجي محتمل بكلمة واحدة تزيل همه تزيل غمه، محتمل تقول له أقدر أساعدك، أنت تقدر تساعده ترفع عنه هم كبير وهم عظيم محتمل. في الرواية، هذه الرواية واردة، أن إذا مات الإنسان وأدخل إلى قبره تكون عليه وحشة شديدة، يعني روح المؤمن، هو البدن بعد ما يحس، البدن مات، البدن يصير بدن بلا روح، روح الإنسان تشعر بوحشة شديدة وشديدة، روح الإنسان. ثم يرى فجأة، يرى إنسانا مسرورا أمامه يضحك في وجهه، يأتي إليه يقول له: من أنت رحمك الله؟ أدخلت السرور على قلبي في هذه اللحظة، أنت الآن فرحتني، أنا شفتك، أنا وحدي الآن في القبر ما عندي أحد. يقول له: أنا السرور الذي أدخلته في قلبي أخيك المؤمن في الدنيا. فرحت أخوك المؤمن في الدنيا، أنا الآن السرور بعثني الله لأدخل السرور عليك في قبرك. هذا من الإيمان بالغيب، هذا من العمل الصالح الذي يحبه الله. لذلك ورد أيها الإخوة أن من عمل الصالح الصدقة، من الصدقة إماطة الأذى عن طريق المسلمين. دول الشباب اللي الآن واقفين برا على الطريق يهيئون السيارات يرتبون السيارات في الباركينج، هذا عمل مسجل عند الحسين وعند الله عز وجل، هذا يكتب لهم عمل صالح. اللي يشتغل في المطبخ، واللي يشتغل في التنظيف، واللي يشتغل في المجلس، أينما تكون الله عز وجل إذا كنت إيجابي الله عز وجل يكتب لك عمل صالح. لذلك ورد العمل الصالح في القرآن في عشرات الآيات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مرات ومرات الله عز وجل يحث في القرآن على العمل الصالح. لذلك هذا هو العلامة الثالثة للإنسان المؤمن: أولا الإيمان بالغيب، الخوف من الله بالغيب، أن يخشى الله بالغيب، ثالثا العمل الصالح، الرابع من صفات المؤمن أيها الإخوة أنه عنده صبر، يكون صابر. الصبر من أعظم الأخلاق المحمودة في القرآن الكريم. الله عز وجل يخاطب نبيه يقول له: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر وما صبرك إلا بالله، واستعينوا بالصبر والصلاة. الله عز وجل يخاطبنا نحن، يقول استعين على مشاكلك في الدنيا، ما عندك مشاكل؟ كل إنسان في هذه الدنيا عنده مشكلة، عنده أزمة، عنده مشكلة، شلون تحلها؟ الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله عز وجل يذكر الصبر، يأمر الإنسان بالصبر، يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا. الله عز وجل يأمر الإنسان أن يكون من الصابرين. وكذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا خير في جسد لا رأس فيه، ولا خير في إيمان لا صبر فيه. هذا حديث مشهور عن رسول الله يذكره أبناء العامة والخاصة، أن منزلة الإيمان والصبر منزلة الرأس من الجسد. الإيمان مثل الجسد، رأسه هو الصبر. إذا إنسان ما عنده صبر يعني خلص ما عنده إيمان، إيمانه يطير. لذلك أهم صفة يلتزم بها الإنسان المؤمن أن يكون صابرا، صابر، يصبر، يتحمل. مو تدرون بعض الأحيان حتى الشباب عندما تظهر أمام معصية، أمام تأتيك ذنب معصية، أنت تردع نفسك، هذا نوع من الصبر. الصبر هي في الواقع ملكة يملكها الإنسان، ملكة يعني صفة للإنسان تردعه،
تحثه على تحمل، على التحمل. هسه إما يتحمل مصيبة، إما يتحمل مثلا أن لا يأتي بعمل، عمل بلذة بشهوة ما يأتي به، هذا كذلك من الصبر. لذلك الإنسان الصبر يقسموه على درجات، تارة صبر على الطاعة، تارة صبر عن المعصية، وتارة صبر على البلاء. وبشر الصابرين، الله بالقرآن يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصحاب الحسين يوم العاشر من المحرم، من الذي ميزهم عن أصحاب عمر بن سعد؟ واحدة من أهم الصفات التي ميزتهم صبر. كان يدرون يصبرون بعد يوم يومين وهم يعانقون الحور العين في الجنة، يدري هذه الحياة يومياً تنتهي، يومياً ألم الحياة وألم السيوف والرماح والسهام ينتهي بعد ساعة، ينتقل إلى رب رحيم غفور مع محمد وآل محمد. ليش ما يصبر؟ صلوا على محمد وآل محمد. لذلك ورد في الرواية أن بعض أصحاب الحسين كان ليلة العاشر من المحرم يمزح مع صاحبه، صاحبه يقول له هذا هي ساعة مزاح؟ قال له ما تقول، بيننا وبين أن نعانق الحور العين إلا ساعات، هاي ساعات نهار، هذا النهار ينتهي، إحنا نكون عند الله عز وجل. هذا الصبر الحقيقي، أن أنت تصبر على حر الحديد وحر السهام والسيوف، وتعرف أنك تصير إلى روح وريحان وجنة ورضوان. هذا اللي يميز أصحاب الحسين. وإلا أصحاب عمر بن سعد شنو كانوا؟ كانوا حثالات جاءوا من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. يهجم واحد على واحدة من المخدرات من بنات الحسين، يسلب قرطها وهو يبكي، تقول له لماذا تبكي؟ يقول أبكي عليكم آل بيت رسول الله. تقول تسلب قرطي وتبكي؟ قال إن لم أسلبه أنا سلبه غيري، يعني إذا أنا ما أخذه راح غيري يأخذه، فأنا خلي أخذه. شوفوا قد النفس دنيئة ودنيئة ودنيئة، يقدم على سلب بنات رسول الله بحجة أنه إذا أنا ما أفعل هذا العمل يفعله غيري. كم النفس دنيئة على هذه الدنيا. وأصحاب الحسين يصبرون على بذل الأرواح والنفوس من أجل لقاء محمد وعلي وفاطمة ورسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الساعة. هذا الفارق، هذا الفارق ما بين الإنسان المؤمن والإنسان الغير مؤمن. لذلك أيها الإخوة، علموا الشباب على أن هذه الدنيا امتحان، الله عز وجل يمتحنكم كم يوم ترى في هذه الدنيا، تنتهي غمضة عين تنتهي. اصبر، اصبر على البلاء، اصبر على الطاعة، اصبر عن المعصية، لك أجر عظيم عند الله، هذا يكتب لك، مو تتصور الصبر ما يكتب ثوابه. أعظم ثواب يكتب للإنسان عندما يصبر عن المعصية ويصبر على طاعة الله عز وجل. هذه الصفة كذلك من صفات المؤمنين. والصفة هاي صارت أربعة، الصفة الخامسة من صفات المؤمنين التي يؤكد عليها القرآن ذكر الله. الإنسان المؤمن دائما يلهج بذكر الله، دائما صباحا أول الصبح يقوم يصلي يذكر الله عز وجل، بعد الصلاة يقوم من نومه يحمد الله يشكر الله عز وجل، كل ما شاف منظر، أكل طعام سمى بسم الله، خلص الطعام قال الحمد لله، شاف أمامه شيء عجيب قال سبحان الله، شاف نعمة من نعم الله قال الحمد لله كما هو أهله. الإنسان المؤمن ذلك الذي لسانه يلهج بذكر الله عز وجل. الله عز وجل في القرآن يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
يعني تذكر الله أكثر من أمك وأبوك. أمك وأبوك خلاص يعني جابوك بهالدنيا تترحم عليهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، بس الله لازم تذكره في كل آن، في كل لحظة، في كل ساعة، أن لا تخفل عن ذكر الله، لا تخفل. في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الله يريد من عندنا أن نذكر الله كثيرا، لذلك جاء ذكر الله في القرآن كثير: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله عز وجل يقول أنتم تذكروني أنا أذكركم. شنو معناته أذكركم؟ هو الله ينسى؟ الله حاشا لله، الله ما ينسى، ولكن يذكركم برحمته. يعني أنت لما تذكر الله تتصور الله يبخل عنك؟ يعني الله راح ما يهتم إليك وأنت تذكر الله؟ لا، الله يذكرك بالخير، يذكرك بالحفظ، يذكرك بالبركة، يذكرك بالزيادة، يذكرك بالرزق، يذكرك بالصحة، يذكرك بالأمان، يذكرك بأشياء أنت غافل عنها، غافل عنها، يرزقك أمور أنت غافل عنها. لذلك أيها الإخوة، سلاح المؤمن ذكر الله عز وجل. الله عز وجل يذكر قصة ذنون. ذنون يعني يونس النبي: إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فورا جاءه الجواب فاستجبنا له ونجيناه من الغم. والعظيم هذا إلي 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 وإلك: وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنتوا أيها المؤمنين صيروا مثل يونس، اذكروا الله عز وجل في الشدة، الله يذكركم، بس ذكر صادق من قلبك نابع من الله. لا تروح على فلان وفلان وتتوسل بهذا وذاك، لا، إلجأ إلى الله عز وجل بذيك الساعة اللي أنت تلجأ إلى الله، الله عز وجل يذكرك. في الخبر أن يونس عندما نادى لا إله إلا أنت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله عز وجل يقول فلولا أنه كان من المسبحين، لا كان يسبح، قال سبحان الله. هاي الكلمة أنقذت يونس من جوف الحوت، من بطن الحوت. بعد احنا عندنا اصدق من القرآن؟ هاي مو رواية، مو قصة، ولا جريدة ومجلة، قرآن يقول فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. في الرواية انه نادى في ظلمات ثلاث: كانت ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، ولكن الله أسمع السامعين. الآن أكو أحد يسمعه؟ ما في أحد يسمعه إلا الله عز وجل، لأن أنت عندما تدعو الله تقول يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أحكم الحاكمين. الله من أسمائه أسمع السامعين، يسمعك حتى لو كنت أنت في بطن الحوت، حتى لو كنت في وسط الأزمة والمشكلة، الله عز وجل يسمعك. لذلك اذكروا الله كثيرا. شوفوا واحدة من أخبار ليلة العاشر من المحرم: الإمام الحسين عندما جاءوا وأرادوا الهجوم عليه ليلة العاشر، عمر بن سعد عندما وصل شمر بن ذي الجوشن جاب كتاب بن زياد أمره بالهجوم على عسكر الحسين عليه السلام. الإمام الحسين قال لأخيه أبي الفضل: اذهب أخي بنفسي أنت واستمهلهم سواد هذه الليلة، قل لهم بس هذه الليلة، انتظرونا بس هذه الليلة. ليش أبا عبد الله؟ كنت تحب تعيش ليلة واحدة؟ لا، حسين هو الحسين جاي يبذل روحه في سبيل الله، ما كان يدور يعيش ليلة زائدة، كان يعرف مصيره الإمام الحسين. قال استمهلهم سواد هذه الليلة لعلنا نصلي لربنا ركعات،
فإن ربي يعلم أني ما زلت أحب الصلاة وتلاوة القرآن. هذا ذكر الله، أن تقوم في جوف الليل تصلي، تصير أنت من أصحاب الحسين عليه السلام، تقرأ القرآن، أنت الله يحشرك مع أصحاب الحسين. لذلك أذكروا الله كثيرا، علموا أولادكم على ذكر الله كثيرا. دائما عندك فراغ بالسيارة، إما اسمع قرآن، أذكر الله بمسبحة، اجعل ذكر الله يلهج على لسانك. أكو روايات أن سئل النبي ما هو أفضل الذكر، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أفضل أنواع الذكر. ولكن هنالك عشرات الأذكار، مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعض العلماء يقول فيه اسم الله الأعظم، إذا أردت أن الله يفرج عنك أي مشكلة اقرأ هذه الآية 100 مرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ليش الإمام الصادق؟ لأن يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. من ذكر الله عز وجل اللي في القرآن قولك حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا قلتها القرآن يقول بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذا تريد الله يحفظك من أي سوء اقرأ هذا حسبنا الله ونعم الوكيل، واقرأ من جملة الأذكار وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لأن وراها شي يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله يحفظك من مكر الآخرين، من مكر الآخرين. ومن ذكر الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يذكر قصة الذي دخل جنته قال لولا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه من الأذكار اللي القرآن يذكرها، علموا ألسنتكم على ذكر الله، الله يحفظكم. لأن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا أطيل عليكم، الصفة السادسة من صفات الإنسان المؤمن التوبة. شوفوا أيها الأخوة، إحنا مو معصومين، إحنا الآن اللي موجودين البشر كلنا ما معصومين، بس درجات الإيمان درجات، وقدرة الإنسان وصبر الإنسان درجات. الإنسان المؤمن ذلك الذي يتوب إلى الله عز وجل في كل يوم، لأن إحنا محتمل تصدر من عندنا الذنوب معاصي وغافلين عنها ما ندركها. لذلك الله عز وجل يحب التوابين ويحب المستغفرين. الله عز وجل يقول والمستغفرين بالأسحار، يحبك أنه تقوم في جوف الليل تستغفر الله عز وجل. الذين يعملون السوء بجهالة، الله عز وجل ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله عز وجل يتوب على الإنسان. في آية أخرى يقول وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. كم وكم القرآن يرشدنا إلى التوبة، أن توب من علامات المؤمن. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إني أستغفر الله في كل يوم 70 مرة، وفي حديث 100 مرة يستغفر الله عز وجل. الاستغفار، طبعا الاستغفار أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول الاستغفار هو منزلة العليين، وهو على 6 معاني، منها أن تؤدي حقوق الناس وتؤدي حق الله عز وجل، ومنها أن تخرج الحقوق، ومنها أن تذيق بدنك ألم الطاعة كما أذقته أن تذيق بدنك ألم التوبة كما أذقته ألم المعصية. وارد هذا في الحديث، الإنسان يستغفر الله. لذلك من أهم علامات الإنسان المؤمن التوبة. وعندنا في عسكر الحسين أفضل مثل لهذا
الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله عليه. هذا السنوات في عسكر عمر بن سعد في طاعة الأمير الظالم، سبحان الله في لحظة الصفر في تلك الساعة اللي لازم هي ساعة الحسم، عرف أنه هو في باطل. هناك نفس لوامة لامته على عمله، عرف أن تحول إلى عسكر أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الأخوة، هذه الصفات الستة من أهم صفات الشخصية الإيمانية اللي مطلوبة مني ومنكم. وأنا هذا الحديث أيها الأخوة في عاتقي، كذلك أنتم في عاتقكم، كلكم مسؤول، كلكم راع، مسؤول عن رعيته لأولادكم، لشبابكم، من عندكم، اذكروا لهم هذه الأمور لأنها فيها نجاة الآخرة، هذه فيها النجاة في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. أريد أخذ قلوبكم إلى كربلاء، تشوفون شخصية علي الأكبر، هذا شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا صنع يوم العاشر من المحرم؟ صنع عمل التاريخ يقول أبكى عمر بن سعد وأبكى الحسين. الإمام الحسين خولده ولد بكى، حتى عمر بن سعد بكى على علي الأكبر. اقرأوا في التاريخ، جعلت دموعه تجري وأشاح بوجهه لما شاف الحسين رمى بنفسه على ولده علي الأكبر، حتى عمر بن سعد بكى لعنة الله عليه. طبعا بكاء ما ينفع، شنو الفائدة بكاء بعدما أقدم على هذه الجريمة التي اهتز لها عرش الله عز وجل. خرج علي الأكبر عليه السلام يستأذن أبيه في القتال، وكان أول بني هاشم، يعني أول رجل من بني هاشم، تقدم علي الأكبر. قيل أن عمره 18 سنة، وقيل أن عمره 28 سنة. لذلك أكو في الروايات هو أكبر من الإمام زين العابدين عليه السلام، عمرا كان أكبر من الإمام زين العابدين. تقدم نحو أبيه فاستأذنه في القتال، فأرخى الحسين طرفه نحو السماء ورفع يديه وقال اللهم أحصهم عددا، اللهم إنه قد خرج إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم برز علي الأكبر نحو القوم، والتفت الحسين إلى عمر بن سعد وقال قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. برز علي الأكبر نحو القوم وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف أحامي عن أبي، ضربه غلام هاشمي علوي، تموج الخيل من يجبل عليها، لجن الخيل أبو الحسن ينبيها، ذب هذا وروا ذاك لديها ومساميها ورمح أي الحق الفر، قاتل قتال الأبطال وكانت كل قبيلة
تتحاشى أن تقتله، فكانوا يتركون الأمر على غيرهم. قاتل قتال الأبطال، دخل في أوساطهم وخرج من أعراضهم. جاء إلى أبيه في هذه اللحظات اللي خرج علي الأكبر إلى القوم. قيل، هذا طبعا كلام بعض الخطباء وبعض الرواة، قيل أنه أمه ليلى كانت واقفة تنظر في وجه الحسين عليه السلام، ما تقدر تشوف المعركة، فإذا رأت وجه الحسين تهلل، علمت أن ولدها هو الذي هجم، هو الذي قتل. وإذا كانت ترى الحزن في وجه أبيه الحسين كانت تعلم أنه هجم عليه. كان يقول: ليلى ادخلي الخيمة وادعي ربك، اسأل الله عز وجل أن يرد عليك ولدك. لذلك دخلت خيمتها ونشرت شعرها وجعلت تقول: يا راد يوسف على يعقوب، يا مخلص الجنين من بين فرث وماء ولبن، رد علي ولدي علي. طبت خيمتها الغريبة وتوسلت بالله وحبيبة، وبحسين وش ما بي مصيبة، يا راد يوسف عن مغيبة، أريد أن علي سالم تجيبة. ما كمل دعاؤها إلا وعاد علي الأكبر وهو يقول: أبا أبا، يا العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من ماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ يا بويا شربة مية الكبدي أتقوى وارد للقوم وحدي، فطار كبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحر. قال له الحسين: بني عد إلى القوم، فما أسرع أن يسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. فعاد علي الأكبر يقاتل قتال الأبطال، قتل منهم مقتلة عظيمة، ثم راه مرة بن منقذ العبد، قال: علي آثام العرب إن لم أثكل به أبيه. فتقدم منه وضربه بالرمح في خاصرته، ثم ضربه بالسيف على رأسه، أي رحم الله من نادى وعليا وسيدا. أخذ الجواد، اعتنق الجواد، فأخذه الجواد إلى معسكر الأعداء، فجعلوا يضربونه بسيوفهم حتى قطعوه إربا إربا. سقط على الأرض، نادى بضعيف صوته: أبا عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. جاءه الحسين كالصقر المنقض. يقول الرواة أن الإمام الحسين رمى بنفسه من على الجواد على صدر ولده علي الأكبر، وضع خده على خده. معسكر عمر بن سعد وقفوا يتفرجون ماذا يصنع الحسين مع ولده علي الأكبر،
وضع خده على خد ولده ونادى على الدنيا بعدك العفا، جرما لقوم بعدا لقوم قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. أما أنت يا بني فقد صرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان، وبقي لها أبوك فما أسرع لحوقه بك، قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح امترب الخدين، بكى على وليده وتحسر يا بويا قول منه شرق راسك، يا عقلي منها بدرعك وطاسك، يا نور العين منها بدرعك وطاسك. ثم أخذه الحسين عليه السلام ونادى بضعيف صوته، يا فتيان بني هاشم هلموا واحملوا أخاكم إلى الخيام. هذا الإمام الحسين البطل ما استطاع أن يرفع ولده من على الأرض، ما استطاع. الإمام الحسين بعد قواه راحت في تلك الساعة. جاء بنو هاشم حملوا علي الأكبر إلى الخيام، يا أهل الخيام جاءكم علي قوموا له. حميد بن مسلم يقول عندما صرع علي الأكبر وأخذه الحسين إلى الخيام، رأيت امرأة طويلة خرجت من الخباء وهي تضرب بعشر أصابعها على رأسها وهي تنادي وابن أخاه وعليا. يقول حميد بن مسلم سألت عنها، قيل لي هذه عمته زينب. يا أهل الخيام جاكم علي قوموا له، وشوفوا على صدر جنازته محمولا، طلعا يا ويلي من الخيام عمات، شافا علي مرمي يجر حسرات، ومن الضرب ما تنحص جراحات، وزينب تهل دموعها المهمولة. ثم جاءت ليلى أمه في خبر، إذا كانت ليلى في كربلاء، جاءت إليه أمه، لا بأس أن تعينون هذه الأم على بكائها على ولدها. جسم ابن علي راوني راوني، أنا عيني عمت من راح نور عيوني، أنا عيني عمت من راح نور عيوني، ما ريد بعد ابن العمر دفنوني، ولا شوف هالوقت جثته محمولة. أفجع ما تكون الأم في مصيبة ولدها إذا رأته مقطع الأعضاء بين يديها، صبيعيني سقط منها وبعد ما أشوف، صبيعيني سقط منها وبعد ما أشوف، تفايض دمدمعها ولا يفيد الروف. أخبرك بالدهر عمل العمل هوياي،
أخذ شعرة قلبي ومرد بيها عشاي. أخبرك أخبرك يا ابني ويا وليدي هاي، ما ظلت بعقلي ولا بعيني شوف يا كوكبان، ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا الله يا الله. في الرواية إذا قال العبد 10 مرات يا الله، قال الله لبيك عبدي سلني تجب حاجتك. 10 مرات نادوا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ثبتنا على الدين، عجل فرج إمام زماننا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين لهذا المجلس والباذلين في هذا المجلس، وإلى أرواح أموات العاملين في هذا المجلس، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.